اهلا وسهلا لافامي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا مزيان بالصحه مزيانه نتوما كتشوفوا لا فيديو ديال اليوم. اليوم غيكون واحد الفيديو اللي سبيسيال صراحه، لا كنت كنتسنى هذا النهار هذا فارغ الصور هذا ولكن ما عرفتش كل فيديو كتكوني انتيا معاه. انا مصور فوتوغرافي، اجي بعدا خاص تخلصيني شحال من فيديو دابا صورت. اودي خلصك الله. المهم اخوتي، الا كنت اول مره كتشوف لاشين ديال ايفو مين فهمي كراس غدا وضغط على زر الابوني وكذلك تفعل الجرس وما تنساش دير معاك واحد الكومونتير زوين اكبر لايك باش الفيديو اللي جاي يطلع بزاف ديال الكومونتيرات كيف ما كتشوفوا هنايا. المهم صراحه لاكس غنصور لكم هذا الفيديو قبل باش تشوفوه زعما في هذا النهار هذا، ولكن ما كتبش بمناسبه اليوم العالمي للمراه كنبغي نقول لكل عيالات ديال العالم اخوتي، مي وامك واختك وصديقتك وصاحبتك وكلكم، بغيت نقول لكم كنبغيكم بزاف بزاف والله يحفظكم لينا، حيت الا ما كنتوش نتوما ما غيكونوش واحد الجوج جالسين هنا. لا هذاك ما يكونش زعما، ما يكونوش الدراري اخوتي. كنبغيكم بزاف، كنبغيكم كاملين. المهم طاحت علي واحد الفكره اخوتي، واحد الراجل اللي شفتو بزاف كيتعاود سواء في تيك توك ولا انستغرام وعجبني بزاف. وماما كتبان بزاف صراحه الله. هاد الفيديو غادي نصورو انا وماما اخوتي، ودابا الدار اللي كنمشي من هنا لهنا كنلقاه هنا، ولكن ما عندي ما ندير. قلت دابا كتسمع اخوتي ما عندي ما ندير. ها انتم انا وخديجه صورنا هاد الوريقات، هادو قدينا هاد الوريقات، صورنا صايبنا هاد الوريقات صايبنا. مادام نوريكم الوريقات صافي راكم عرفتوا التشارم ديال واش غادي تفطر تقريبا نقدروا نكون عرفتوا الزنقه فيه بزاف ديال التوشيات اللي زوينين، وانا وياها اختارينا بزاف ديال الحويجات اللي زوينين وغادي ندوزوهم معكم اليوم وغندوزوهم. هي في نفس الوقت تهلا فيها وفي نفس الوقت غيكون تحدي. تحدي ولكن المهم فهادشي كامل ان داكشي كامل زوين وانا غتهلا فيها. ولكن كاينين شي عوايج اللي مبرجين زعما حقاش انا درت ولا جمعتي هضرتي علاش؟ يلا خوتي يلا خوتي نخرج. هاي 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 يا اختي ما عرفتكش، دخلي واحد شويه تي بعدا يا اختي. اش الزاز عاوتاني؟ لا 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 انت هي ميك القوالب كتكون بكري ما خوتي كتبقى لابسه انا ما نحبها تجي اكادي تلبسي العبايه ديال محمد. خليك عندك امي امانه، علاش خليتي تلبس العبايه ادوي؟ ماشي ماشي خدمه هذه. لا لا اليوم اليوم مزيانين انت، اليوم بان اختي شوفي وجهها يا بنتي مزيان. كاين عند ولادي وشت ولادي هاك هذيك هي. المهم دابا انا انا واشكيطه وجدنا لك واحد التشالنج، هو التشالنج زوين هو زوين. دابا هو غنتهلاو فيك وغتصوري معانا وغنخرجوا وغنفوجوا اليوم ديال بصح ان شاء الله. ولكن انت وزهرك عندنا جوج وريقات، غتختاري دابا الورقه اللي اختاريتي. غادي نشريو لك داكشي اللي فيه، ولكن ما كانش عليك طويهم باش هما يشوفوهم، خليهم هكا دوريهم لينا دوريهم. كيفاش ما كتعرفش تقرا؟ كتعرف تقرا قال لك ما كتعرفش تقرا. العربيه تغشيني بحال هكا. ها انتم اخوتي شفتوها، وريهم الورقه الورقه الثانيه. شوفيش لا 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 ها انتم الورقه الثانيه ياك. دابا لا ديري لها ديري لها بحال هكا وهي وهي تختار. دابا امي اللي اختاريتي صراحه الله ما الفوق ولا التحت بلاتي انا ما فوق. بسم الله شنو الفوق؟ الفطور في المقهى. الفطور في المقهى. دابا عندك غادي تمشي تفطري في المقهى. ماشي مزيانه مزيانه. دابا انت هي غادي تمشي تفطري في الزنقه، فهمتي؟ غادي نفطر في الزنقه. ايه اش بالك مزيانه مزيانه القضيه ناضيه. ولكن هو واحد المعلومه هي راس هي راس شوفي انت صايمه وانا راه صايمه. ولكن ها انت غنديروا معاك واحد الحل، بما انك زعما انت هي صايمه الله يقبل لينا وليكم تدوا مع الاجر. عوض ما تفطري دابا في الصباح تفطري في العشيه. ماشي مشكل. راه الفطور هذاك الفطور ديال الرمضان الفطور ديال العشيه. الصباح عادي الصباح راه عادي. وفي العشيه راه خصنا الحريره والمسمن والملاوي. ما تنساش الحريره والمسمن والملاوي والبسطيلات والحمر والحليب. كنا بقيت ندمزم معاك. يلا دابا نوبت لا نوبت خالتي اصلا دائما هي النوبه اليوم كامله. اول حاجه درنا لها هو الفطور. ولكن قالت لك باللي هي صايمه يعني الفطور غيتولي العشيه. دابا عندي وريقات اخرين انتم اخوتي شتي شنو فيهم؟ ما كيبانوش. بلا تنوريك اختاري اما الفوقانيه اما التحتانيه. التحتانيه قبيله اختارت الفوق دابا التحت. دابا التحت. اوه هذه اخوتي فيها ورده. ورده هذه فوقي ورده. وهذه اخوتي فيها دبدوب. اش ما ديري دبدوب؟ قلت لكم زعما راه انا اللي درت دبدوب. دبدوب هي اللي مخاطبه هذه. ما بغيتش خالتي دبدوب زوين. دابا غادي نمشي. تعطي جاد. دوب راه يصلح غير الجهد. انا يصلح الجهد ماشي عزوز. لا لا هي صغيره ما كاينش عزوز. عندها وريضه زوينه. نمشي عند مول المرا يلاه نمشيو ليها الورد. المهم اخوتي انايا دابا وفيت بالواعد ديالي بغيت لك الورده. دابا الورده فيها الغوص فيها الفيتامين زوينه الورده. شوف الفن عجبتك خالتي. الله يخطيكم عليا. دابا الورده اصلا تاع خديجه
زوينه بزنا واش اليوم كاين اقبال كبير على الورود ما شاء الله. الورود ما كاينش. اش قالت لي؟ قالت لي وريضه انا كيوت طلع عليك شكرا خديجه. دابا غندوزو التشالنج، ماشي التشالنج الثاني وانما احنا باغي اختيار ثاني. اشنو غادي تختاري على التجربه؟ باقي ما ساليهاش. باقي نهارك مبرع. فوقانيه ناري يا خوتي شو مفار. انا غسل البنات. هنا كان عندك غسل البنات وهنا عندك مارشميلو. هي ماشي مشكل واخا نتبرع شي واحد عادي. تبعو خديجه تبعو بالي. مشكل فين غنلقى لك غسل البنات؟ واش ما عندناش المغرب؟ لقيتو غسل البنات باقي ما اديتش المغرب. مهم لقيتو خليوه خلوه ورا الفطور. لقيتو غسل البنات راه جبت معايا اللي غتاكلو. اه هذا خصنا نخليوه لها حتى ورا الفطور. اه ودابا غن حيت اصلا ما كيكون هذاك مول غسل البنات حتى العشيه حتى كيبرد الحال. دابا ورقه اخرى عاوتاني زين الله يلاه. دابا بديتكم كنضحكوا فرحانين. اش كاين تماك؟ لا حيت دابا هادشي انا عارفه راسي بلي غناكل الدق ولكن انت حدا ما خساره. واه يا انت كيفاش تاكل الدق؟ ولكن انا عندي راه شهر ربع ليا عشيه راكي عارفه اللي كاين. دابا الفوق ولا لتحت؟ لتحت وقبيله الفوق ودابا لتحت. وهي مرات انا اصلا كنت بغيتها تجي فيها لتحت. شو جا فيها؟ هانتوما الفوق فيها متجر الملابس مصدر الاحتياجات فيها؟ فيها متجر الاحتياجات. دابا غنمشيو نشريو كيما صباطي باش نضارة صابو. علاش؟ حيت من ديما وهي كتقول لي كرجيه كيضروني خاصها شي صباط ولا شي صنبالة اللي تكون ناضية. ولكن ما نشريوش ديك صابو. صبعاني كيضروني. علاش؟ لا صباط ما نلبسوش. علاش؟ صبعاني كيضروني خصهم يتنفسوا. انا صرت لها شي بغيتي تحت الموكاسان. واه لا لا غنشري سبا هذا اللي احسن مزيان. المهم دابا غنمشيو لمتجر الاحذية. الاحذية خويا وما خوتي دابا جينا عند مول المحل نشوفوا لا صنيدلات. صراحة الله عجبتني هذه رطيطبه. شوفي رطيطبه هنايا عندو عشي عندو لوش وانا نختاره بزاف ديال اللوينات. هذا اللون هذا عجبني. شوفوا ما هذا زوين هذا اللون ولكن عالية 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 عالية. بغيت شي حاجة بلا. شوفوا لي الغوز ديالها المار واعرة واعرة. شنو ولا دابا داك اللون صراحة الله تخصها تلبسها ديما مع الكحل. ولكن هاد الصابلي هذا زوين. مع اي حاجه اخترت هذا. اخترت هذا واعر. صحتك اختي زوين. جاتك في رجليك واعر دوري. تقولنا زعما لابسه كورو في الغاز. الله يجازيك ناضيه طيله خطيره بالصحه والراحه. احنا اخوتي دابا جينا باش تفطر ولكن الحاجه اللي ما فهمتش هو احنا علاش جايين هي اللي غتفطر. ناكلو احنا. احنا جينا مسمله فيها الشوكولاته وهذه مسمله فيها الفرماج وهادي بيضه وداكشي ديال خالتي وهادي الحريره هنا والموتور دايج. المهم هادي شنو فيها خالتي؟ خاويه. خاويه وهاد لاله مولاتي كانت كتقاد لينا هنايا في البريريت. سمنتي فيها الفرماج وانا خصني ناكل الفرماج والعسل. ها انت تجيبي لها العسل صافي نعم. المهم الخوت وقع لينا واحد البلان راهني بارطاجيتو معاكم. ما لقيتش ليك هذيك سميتها هي غاز البنات ولكن شديك هاريبو. كيف هاريبو؟ كيف غاز البنات امي؟ ماشي مشكل ماشي مشكل. انا عارفه المساند غاز من اللي حداك هو اللي غياكلها. ولكن صراحه الله باقي لي واحد البلان. باقي لي بلان اخر اخوتي. لا باقي لي دابا اللي غنقولوا ليها دابا هو ما غنديروه حتى الغدا. دابا واش انا شريت غير كلشي دابا تفرقع على ولاد بنتك؟ علاش؟ عطيته ما يذوقو. ها انتم اخوتي البلان اللي باقي لينا هو هذا راكم شفتوه. دابا الفوق ولا لتحت؟ لتحت. لتحت رانيا الفوق ولا لتحت؟ لتحت. محمد الفوق ولا لتحت؟ لتحت. كلشي باغي لتحت زعما علاش؟ علاش؟ الفوق كان فيه مانيكير ولتحت فيه بيديكير اخوتي. بيديكير واغسل رجلين. اييه واغسل رجلين هي عارفه بيديكير. دابا غدا ان شاء الله بحول الله حيت دابا مشى الحال غدا وغادي نكملوا لهم فيديو وغنديك احسن احسنك يا صالون فيك يا اكادير. ان شاء الله. ديري بيديكير مزيانه. يلا خوتي تال غدا ونتلاقاو. والله تعيت. ايا يا اختي شفتك طلعتي وجلستي في كرسي العرش. يا اختي الجلسه بعدا انا حسدتك عليه. اش بان لك؟ انا وما عمرني جيت اخوتي درت البيدي ديري نحكي مع عمرك يا اختي. شوفوا الوريضات وداك الشيء المهم راه جبتها عند صالون ديال سميره الزعيمي البنات عرفتي داك الشيء. يا سلام راني نوريهم رجليك قبله ونوريهم بعدا. يلا شوفوا لي قبلها. ها انتم ها انتم تشوفوا قبلة. شوف فيك ديك الضريبات في رجليها دبرتني وغادي عشي
صحيح عليا تخرج بوكوصه ودير لها شي سماغه في الحمر النص حمر النص كحل اش بالك هاي 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 اختي انا ما عرفتكش انا ما تفهمتش معاك اختي ديري لها صباغه حمراء لا 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 تمسحيها المهم جاتك زوينه وخاصك تمسحيها كيفاش عجبتني عجبتني يا اللي زوين الله يلا بنت فيك يا سلام بصحتك يا اختي ما عرفتكش عاوتاني